السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. خوتي فكنا درنا واحد الاستطلاع رائع على منتدى ديال القناة، شنو هو القمر اللي بغيتو نديرو عليه فيديو الجاي، إما قمر الهسباسات أو الإكسبرس 14. فالأغلبية أصدقائي صوتوا على القمر الهسباسات، فإن شاء الله الفيديو غيكون طريقة التقاط قمر الهسباسات. فأول حاجة أصدقائي، فهاد القمر هذا إسباني، فهو كيتواجد في 30 غرب. فالتغطية ديال هذا القمر هذا فجد قوية أصدقائي في شمال إفريقيا. فبالنسبة لإخوان اللي في شمال تونس أو المغرب أو الجزائر أو ليبيا، فيقدر يشد هذا القمر هذا 60 سنتيم. بحدنا أصدقائي وحنا كنهبطوا للجنوب، فضروري أصدقائي خصنا نكبروا الصحن ديالنا. غنخلي لكم موقف ليساس أصدقائي غتدخل له باش تعرف شحال خاصك في الصحن ديالك في المنطقة اللي كتواجد عليها. فخوتي إن شاء الله غنطلعوا حنا لكم السطح ونوريكم طريقة التقاط هذا القمر هذا. فأول حاجة غنلتقطوا قمر الكومساس الجزائري. بالنسبة لإخوان المبتدئين اللي ما كيعرفوش يلتقطوا الأقمار باش يسهل على راسو، لأن القمر الكومساس قريب بزاف من القمر الهسباسات، ما كيبانش عليه فقط بخمسة ديال الدرجات. ومن بعد خوتي غنلتقطوا الهسباسات. خوت وجدوا السواد ديالكم، طلعوا حنا لكم السطح. ولكن إلا وصلت معنا هذا الجزء هذا، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذلك إعجاب بالفيديو. مشاو أصدقائي للسطح ديالنا. مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم. حنا دابا كنتواجدوا في السطح ديالنا باش نلتقطوا قمر الهسباسات. فاصدقائي فالشرح غنديروا على جوج. غنلتقطوا اول حاجه قمر الجزائري الكومساس 24.8 غرب باش نسهلوا على راسنا، بالاخص الناس اللي اول مره كتلتقط الاقمار. اما الناس اللي موالفه كتلتقط الاقمار فغيستعمل غير الفريكونس ديال الهسباسات ويدور الصحن ديالو، نهبطوه واحد شويه لتحت ويدور الصحن ديالو ديريكت. فقط حنا كنمشيو دوكا دوكا اصدقائي باش كلشي يتعلم. ف شنو غنديروا اصدقائي؟ نعطيكم التردد ديال القمر الجزائري الكومسات 24.8 غرب، اقوى التردد ديالو اصدقائي اللي غنستعملوه. فهذا هو خوتي اللي هو 12232، القطبيه غتكون افقي حرف اش هوريزونتال، الترميز غيكون 15910. من بعد خوتي غنجيو اللاقيط ديالنا كما كنشاهدوا معنا، فدابا هو كيشوف نيشان في الصحن، فغندورو اصدقائي يشوف على يدينا اليمين، فغندورو في الاتجاه هذا، ندوروه واحد شويه كما شاهدتوا معايا. فملي كنبغيو اصدقائي يلتقطوا اقمار الشرق فكندورو العكس ديالو في اتجاه عقارب الساعه، وملي كنبغيو يلتقطوا اقمار الغرب فغنلف في العكس ديال اتجاه عقارب الساعه على يدينا اليمين. من بعد خوتي غنهبطوا الصحن ديالنا، نرخفوه واحد شويه، فغنرخفوه من خوتي واحد شويه، ما تخفش بزاف لانك باش من غتلتقط السينيال في التلفازه ولا غيعذبك. فقط رخفت واحد شويه ثمن ما يبقى يدور الصحن. من بعد خوتي غنرخفوه من هنايا ونهبطوه واحد شويه. فدابا خوتي غنهبط الصحن شويه وندورو على يدينا اليمين من يكونوا في الظهر ديالو، فغنهبطوه فقط غير واحد شويه كما كتشاهدوا معايا، وندور على يدي اليمين في اتجاه الغرب، دورو غير بلا تحت تظهر معنا الإشارة على التردد ديال القنوات الكومسات. هيا أصدقائي الإشارة بدات تظهر، شوفو زيد نهبط شوية الصحن كما كتشاهدو معايا، راني شاهد شدت القمر على إشارة، نزيد ندور واحد شوية ليه. دابا أصدقائي حنا شدينا القمر الكومسات، فغنمشيو للقمر الهسباسات، نعطيكم أقوى تردد. فغنزيدو نهبطو فقط واحد شويه ونولي نزيدو ندورو على يدينا اليمين، فغتلتقطو بسهوله لان القمر الهسباسات كما قلت لكم الاشاره ديالو قويه بزاف، وتقدر تلتقطو غير بالصحن 60 سنتيم. فغنستعملو اصدقائي هاد التردد هذا ديال قنوات 11 سبور اللي هو 12244، القطبيه غتكون افقي حرف اش هوريزونتال، الترميز غيكون 27500. فكما قلت لكم غنزيدو نهبطو الصحن فقط غير واحد شويه ونزيدو ندورو على يدينا اليمين. دابا راني هبطت الصحن، نزيد ندور غير بلاتي، هاهي اصدقائي الاشاره، نزيد ندور شويه، هاهي دابا 93. فغنزيرو الصحن ديالنا غير بلاتي،
حدني كنزير وانا كنريبل كما كتشاهدوا معايا فالاشاره وصلت حتى 94. نزيد نهبط شويه الصح فيا اصدقائي، استقرت الاشاره في 94 دابا. دابا غنحاولوا اصدقائي نزيدوا ندوروا شويه اللاقيط ونشوفوا واش غزيد معنا الاشاره ولا، واخا راني عارف ما غتزاش لان هذه هي اقوى اشاره اصدقائي 94، ولكن انت الا شدت الاشاره ضعيفه فحاول دور اللاقيط واحد شويه. هيا اصدقائي ولا دابا 93، نوليو نردوه. هيا اصدقائي 94 دابا، نشوفوا اصدقائي القناه واش راه شغاله. هيا قناة 11 سبور اصدقائي، فبالنسبة للاخوة اللي يصلون الى القنوات الارضية الاسبانية اللي كتشتغل على القمر هيسباسات علاش ما كتشغلش الجهاز ديالو، فضروري خصو يجيك واحد التحديث اصدقائي. فحنا كنجا على الجهاز الكرو كنجا تحديث باش ظهرنا هاد القنوات هادو، فهاد القنوات اصدقائي مخفية وكتشتغل بالميلتي ستريم ابيرتيس، لهذا فهي ظهرت عندنا خوتي فقط على حسب الحقوق خوتي، داكشي علاش خوتي كما شاهدتوا معنا فالتقط مع القمر بكل سهوله. الى وصلت معنا الجزء هذا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وكذلك الاعجاب بالفيديو. انتظرونا في حلقه جديده وفيديو جديد. كان معكم اخوكم رضوان من قناه المعلم المحترف. اصدقائي مرحبا بكم، فدابا حنا كنتواجدوا في السطح ديالنا اصدقائي باش نلتقطوا قمر اكسبرس 14. فالصح اصدقائي فهو حاليا مثبت على قمر نيتات، فالجميع ديالنا خوتي كيكون عندهم الصح ديالهم مثبت على نيتات، لهذا دائما كنبدي الشرح من قمر نيتات باش تلتقط الاقمار. دابا نخرج نعطيكم الفريكونس ديال، فنعطيكم الفريكونس القوي باش نلتقطوا الاكسبرس 14 اللي هو قناه المنار. هاد التردد اصدقائي اللي هو 10905 حرف اش هوريزونتال، الترميز غيكون 2963. فدابا اصدقائي هذا هو اقوى تردد، فغندوزو اللاقيط ديالنا. فاللاقيط غندورو فقط واحد شويه خوتي، اي شويه تقدر انت تخلي عندك صحن كبير بحالي انايا. من بعد اصدقائي غنهبطو الصحن واحد شويه وندورو عليه يدينا.